السلام عليكم ورمضان كريم عليكم يا احلى الناس. اليوم هلا رايحين ان شاء الله الى نابلس نفطر، وخليكم معنا. وهلا احنا بالطريق، طلع كيف الازمه قدامنا. رح نقطع بحدود، هلا احنا من القدس طالعين، من القدس الى نابلس رح نقطع بحدود 69 ل 70 كيلو. طلع يا جماعه، هاي الريف فيها شويه مي، لما طلعنا من ورا بتشعل رايح احكي لكم شويه معلومات عن نابلس. يا جماعه، مدينه نابلس هي اكثر مدينه فيها عدد سكان من بين المدن الفلسطينيه، فيها عدد سكان جدا كبير، يعني مقارنه بالمدن الفلسطينيه فيها اكثر عدد سكان، وبسكن فيها اكثريه مسلمين، بسكن فيها كمان مسيحيين، وفي كمان السامريين. وصلنا، مندور على صفي على ميعاد الأذان بالضبط، وصلنا هاي دقيقتين وبيأذن. أذن بسرعة، وصلنا ميعاد الأذان يا جماعة. هاي وصلنا المطعم يا جماعة، وصلنا ميعاد الأذان بالضبط، تأخرنا شوي. هذا لبن ايش؟ لبن هذا لبن عود. والله الشباب نازلين مزع، لسه ما اكلناش بس يلا مزع. صحة وعافية يا شباب. عبد الله ادفع مصاري. روش البحر. ايش بدك تعال؟ شرط. ويا جماعة اجينا على محل تاني، طلعوا الاطلالة من المحل هذا، ما احلى هاي نابلس. اخوي عندهم خلطة زودياك. زودياك؟ حسب المحل هاي يعني. اخوي هذه يعني هاي خلطتهم الخاصة. هاي خلطات اخوي، انت فاهم خلطات وين خلطات؟ خلطات اخوي. عندك مثلا عنب ونعنع مثلا، هذا بتعرف العنب على الشجر والنعنع على البلد. يا جماعة بدنا نجرب ناخذ أرجيلة، محتارين بدنا نعرف ايش بدنا ناخذ. بطيخ معنا، كله بطيخ معنا، هذا شغل. ما نعرفش، ما نعرفش.